طبعا الاستاذ كمال بيصير حاجه مهمه، بنبدا مع المراهقه. طب ازاي يراقب؟ هو طبعا المراقبه لا تفلح في اي شيء، وكلنا شفنا المجتمعات مجاوره لينا اللي بيفرض فيها شكل معين للزي وشكل معين للدين في المجتمع، وشفنا ازاي انها اكثر من اكثر المجتمعات فسادا في السر. لكن صحيح، يعني بنخلق شعب منافق. صحيح، يعني فرض الحاجات دي من فوق بيخلق شعب من كل حاجه بتتعمل في الدارة. شعب من المنافقين بس، مش اكتر من كده. طبعا اهم نقطه هو ان انا بقدم البديل، ان انا لازم في انشطه رياضيه، ان في انشطه ثقافيه، انه يتعامل مع البنت، وده اللي بنادي بيه دايما، اللي يقعد يقول لك بقى الاختلاط ومش الاختلاط والفساد، المجتمعات اللي بوظت الدنيا وبوظت مخنا بالكلام على الاختلاط. الاختلاط ده افضل حاجه ممكن لتجنب هذه الاشياء، لتجنب طبعا، لانه بيتعامل معاها كاخته كزميلته، بيشوف الجزء المحترم من صحيح. المرأة. إنما ده شاب، تخيلي حضرتك شاب لا يتعامل مع أي واحدة في سن المراهقة زي ما الأستاذ كمال بيسأل، وفجأة دخل وطول النهار قاعد يتفرج عليها في الأفلام في مشاهد جنسية، هذا الشاب كيف ينظر باحترام إلى هذه إلى الجزء الثاني من المجتمع اللي هو تصادف أن خلق الله أنثى، يعني خلق الله ذكر والأنثى، يعني كيف ينظر الذكور إلى الإناث بهذا الشكل وهم لا يتعاملوا معهم بأي وسيلة سليمة غير من خلال أفلام بتبقى إباحية. صحيح، إباحية. فلا يمكن ننتظر مراهق سوي. أنا بنصح الأستاذ كمال إنه ماشي يراقب ابنه، لا إنه هو يوجهه للرياضة وللثقافة، وتبقى في أنشطة الفن والثقافة هم اهم، يعني هم اللي هينقذونا من الارهاب. الارهاب طبعا بندعو لجيشنا في سينا في حرب على الارهاب، لكن الحرب على الارهاب لن تتم ابدا الا بان احنا نزود الوعي والثقافه والفن عند المصريين. القوه الناعمه زي ما دايما بنتكلم على الدور ده طبعا، الوسيله الوحيده طبعا على المدى البعيد.